فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يصلي لكنه يقول إن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فهل هناك خلل في صلاته وما الواجب عليه؟ أي نعم، الصلاة التي ليس فيها خلل هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فليتأمل صلاته، يتأمل صلاته ويجبر ما فيها من نقص. وأما أنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا يخالف قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، يحاسب نفسه ويتدارك الخطأ. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.